Baby bus. يتمتعي ونكهاتي الغنية. الآن اسمحوا لي أن أقدم لكم بعضا منها. مرحبا بكم في شارع الطعام الصيني. المطعم الجديد مفتوح، لنلقي نظرة عليه. الوعاء الساخن، دعونا نستعد للوعاء الساخن. جذور اللوتس، اللحم البقري، الإيتوكي، كرات اللحم الساخنة، الخس، الجمبري. تأكد من إزالة الخط الداكن من الجمبري. تقطيع البصل الأخضر، شريحة الزنجبيل، الثوم المهروس، الفلفل الحار المهروس، لنبدأ القلية السريعة في الزيت، التوابل، البصل الأخضر والزنجبيل والثوم، مكعبات السكر، الفلفل الحار، ما نوع الوعاء الساخن الذي تريده؟ وعاء ساخن من النحاس، أضف الفحم المحروق، قم بصب الحساء في قاعدة الوعاء الساخن. حان وقت الوعاء الساخن، الوعاء الساخن جاهز، دعنا نجربه. الوعاء الساخن. الوعاء الساخن هو مطبخ صيني أصلي له تاريخ طويل. يجتمع الناس معا ويأكلون أثناء الطهي. لا يمكنهم الاستمتاع بالطعام اللذيذ فحسب، بل يمكنهم أيضا الاقتراب من بعضهم البعض. التوفو، لنوقع الحبوب لنصنع التوفو. حبوب، طنجولو،
الطنجولو هو وجبة خفيفة صينية تقليدية، كما يمكن صناعته من ثمار أخرى إلى جانب ثمار الزعرور. يمكن لطعمه الحلو والحامض أن يزيد حقا من شهيتك. الزلابيا. هيا نصنع الزلابيا الصينية اللذيذة. اختر النكهات التي تحب. شراب حار، شراب حامض، شراب محلى. شراب حار، شراب محلى. الزلابيا. تعد الزلابيا من الأطعمة الصينية التقليدية. في العديد من أماكن الصين سيجتمع الناس معا ويتناولون الزلابيا خلال المهرجان.